والآن ندخل إلى فقرة عافية. نرحب بالدكتورة ريم عبد الله محمود. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ضيفتنا الدائمة. أهلا وسهلا بكم، صباح الشروق عليكم إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتورة ريم، واليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن هو يكون مؤرق للأمهات ومتعب مرهق شوية بالنسبة للأطفال، التسنين. والتسنين يعني فترة طبيعية أو مرحلة أو عملية طبيعية بالنسبة للأطفال، لكن فيها متاعب كثيرة. فكلمينا أول عن التسنين بداية، هو شو؟ طيب، زي ما أنت ذكرتي، التسنين هو ظاهرة طبيعية بمر بها كل الأطفال في مرحلة عمرية معينة من حياتهم. هي مرحلة مثيرة في النهاية للأهل وللطفل، ومتعبة للطرفين. بتكون عادة بتبدأ عادة عند الأطفال من سن 3 شهور حتى سن 3 سنوات. تتفاوت المرحلة دي ما بين الأطفال، يعني ما كل الأطفال بتمشي بنفس الترتيب لظهور الأسنان أو بنفس الأعراض أو المضاعفات اللي بتحصل نتيجة التسنين. فمبدئيا هي ظاهرة يعني بتكمل في النهاية النمو الطبيعي للطفل عشان يتماشى مع الطبيعة البشرية. اللي بيحصل شنو؟ الإشكالات اللي بتصاحب التسنين ده سببها شنو؟ الإشكالات أو الأعراض اللي هي طبعا معظم الناس بتكون أو الشائعة. الأعراض اللي أنا حقولها دي ممكن تكون ما كل الأطفال حيمروا بها، يعني ما ثابتة هي في النهاية، لكن يعني هي دي الأكثر شيوعا يعني عند الأطفال. أول حاجة لما يبدأ التسنين عند الطفل بيكون ملاحظ عليه إنه بيبدأ يعض أي حاجة حوله، أو يعض أصابعه، أو يحاول يدخل أي حاجة داخل الفم. الحاجة الثانية إنه بيكون عنده سيلان للعاب بكميات كبيرة. حتى الحاجة دي ممكن تسبب له طفح جلدي لو ما اتنظفت أول بأول. الحاجة الثالثة بيكون ظاهر إنه في بداية طرف الأسنان ظاهر مع اللثة ذات نفسها، واللثة ذات نفسها بتكون حق الطفل محمرة وفيها ورم وحساسة شديد في الفترة دي. ممكن حتى الحاجة دي صاحبة التورم في الخدين أو إحمرار أو طفح جلدي أحياناً على الخدين. وزي ما أنا ذكرت، ما كل الأطفال بيتعرضوا للأعراض دي برضو. الحاجة اللي بتميزهم برضو بيكون عندهم اختلاف في مزاج، اختلاف مزاجي. يعني ممكن الطفل يكون داخل في نوبة من البكاء المستمر بدون سبب، أو عصبية. بيكون عندهم أرق واضطرابات في النوم، بيكونوا عندهم رفض للطعام، وبيكونوا في المرحلة دي عندهم بيخشوا في مرحلة الانتقائية الغذائية. بمعنى شنو؟ يعني الطفل بيكون بيقول عايز كده أو ما عايز كده. الحاجة الأخيرة إنه بيكون الطفل عموما منهك وتعبان شديد، وحتى بنقول إنه بيكون يعني ظاهر عليه زوال الصحة. يعني شنو؟ يعني بتكون صحته كويسة، والفترة دي بيبدأ إنه يبقى ضعيف، وزنه بينقص. فكل الحاجات دي هي الأكثر شيوعا عند الأطفال كلهم. في مضاعفات ممكن تترتب على الحاجة دي في فترة يعني التسنين. المضاعفات دي قد تكون لها علاقة بالتسنين، أو ممكن يكون لا، هي نتيجة أسباب أخرى. اللي هي زي شنو؟ اللي هي ممكن الناس تلاحظها أو هي ربطها شديد بالتسنين، زي الاستفراغ والإسهال. الطفل بيكون بيشد إيضانه لأنه مثلا بيعاني من الألم فيها، أو بيدخل أصبعه بحكها كثير. بيظهر عليه أعراض رشح، يعني بيكون في سيلان من الأنف، بيكون في كحة. برضو بتظهر عليه تورم في بعض الغدد الليمفاوية في منطقة الرقبة. دي ما بالضرورة أعراض تسنين يعني؟ دي ممكن تكون نتيجة شنو؟ هي أيوة، في نقطة أنا ما ذكرتها اللي هي الحمى، برضو مربوطة بالحاجات دي. الحاجات دي علاقتها شنو بالتسنين؟ هي ما مش هي نتيجة التسنين. التسنين في النهاية هي ظاهرة طبيعية بتحصل للطفل. بس خلال الفترة دي زي ما أنا سبق وذكرت، الطفل بدخل أي حاجة داخل الفم. ممكن الحاجة دي تكون ما نظيفة، معرض في الفترة دي لأنه هو يدخل أي حاجة، بالتالي هو معرض للميكروبات. للجراثيم اللي ممكن تؤدي لنزلة معوية أو مشاكل داخل الجسم تؤدي للإسهال، لأنه عايز يتخلص من الحاجة دي، أو الاستفراغ. أو مثلا لقط أي ميكروب أو فيروس، لأنه برضو المناعة في الفترة دي بتبدأ تنزل في الطفل، وبيكون في فترة تكوين مناعته الطبيعية، فبيكون معرض في النهاية للنزلات البرد، للإسهال، للاستفراغ، للالتهاب الأذن الوسطى أو الخارجية. فالأمراض دي أو الأعراض دي إذا ظهرت على الطفل، وبالذات إذا استمرت لفترات أكثر من 24 ساعة، لازم عرضه على طبيب مختص عشان يقوم باللازم، عشان الناس ما تعتمد عليه إنه ده بس تسنين وما تبدأ تأخذ الإجراءات اللازمة. بالنسبة للحمى، الحمى المصاحبة للتسنين معروفة إنها هي حمى طفيفة أو خفيفة. حمى التسنين ما بتتجاوز 38 درجة سيليزية، وممكن تنزل بالمكمدات. بس الحمى اللي بتكون ما بتنزل من المكمدات وماشية مرتفعة،
مع واحد من المضاعفات اللي انا ذكرتها دي يكون اسباب ثانيه؟ لا، دي ممكن تكون نتيجه الاسباب المضاعفات دي، ومحتاجه في اللحظه دي لتدخل من اخصائي، او ممكن الطفل يكون محتاج لدواء زي الادويه اللي ممكن ناخذها خافضه للحراره، لكن تحت اشراف طبي، لانه هيحتاج لدواء معين بجرعه معينه حسب سنه. طيب دكتوره، ان احنا عرفنا الاعراض او المضاعفات اللي انت ذكرتيها اللي ممكن تحصل من التسنين، وذكرتي انه لازم الطفل اذا حالته يعني شويه بقت صعبه يودوه للدكتور. حنتكلم عن كيفيه التعامل مع فتره التسنين، يعني الام كيف تتعامل. يعني مثلا انت ذكرتي انه لسه بتكون ملتهبه، بتكون محتاجه لنظافه، كيفيه النظافه السليمه بالنسبه لسه، وكيفيه الاهتمام بالطفل في انه هو ما يدخل اي حاجه مثلا في خشمه عشان ما يتعرض للحاجات اللي انت ذكرتيها. طيب انه الطفل اول حاجه انه ما يقدر يدخل حاجه في خشمه دي ما ممكن، لانه دي حاجه طبيعيه حتحصل، حيدخل اصابعه او اي حاجه. فالأم دورها في اللحظة دي أو الأسرة إنها تحافظ على النظافة عموما، سواء النظافة الشخصية للأم أو نظافة الأدوات بتاعت الطفل أو المكان الموجود فيه الطفل أو نظافته هو نفسه. طيب دي حاجة، لأنه كده هي هتحمي نفسها من الجراثيم اللي هي ممكن تخش عليه أو الميكروبات، دي نقطة. ثانيا تحافظ على الطفل من تيارات الهواء البارد في الفترة دي. يعني معظم الأمهات ممكن يحموا الطفل ويعرضوه للتيار بدون ما يجففوه أو يدفوه. الحاجة الثالثة، لازم تحتوي الطفل شديد في فترة دي، الطفل بيكون محتاج للحنان بتاع الأم إنها تضم عليها، مش يعني ما يعني تحاول تطول بالها، لأنها هي فعلا فترة صعبة شديدة على الأم وعلى الطفل، يعني بيكون فيها إرهاق، عدم نوم، الأم ذاتها بتكون مرهقة وتعبانة شديد، بس لازم تطول بالها في الفترة دي. الإرهاق والتعب ده بخليها مرات تجرب حاجات أحسن نحذرها منها. أكيد الحاجات التقليدية اللي الناس ممكن تستخدمها، يعني إحنا بنسمع عن المحلب، عن الروائح اللي ممكن يستخدموها. الحاجات دي كلها هي حاجات إحنا السودانيين بنستخدمها كحاجات تقليدية بتخفف للطفل، بس هي ما لها أساس من الصحة. يعني إحنا بنقول مثلا الطفل ممكن ما مناسبة، يعني هي ممكن تعرض الطفل في النهاية لمشاكل صحية، لأنها في حاجات ما نظيفة في النهاية الناس بتستخدمها، يعني هي عادات كلها اخترعناها، لكن هي ما في لها اساس من الصحه يعني موجود. بس البدائل للحاجات دي زي شنو؟ يعني العضاضه مهمه للطفل في الفتره دي، ولازم يحافظوا عليها انها هي تكون تتغسل اول باول. ايوه. ممكن الطفل على حسب مرحلته العمريه والغذاء اللي هو بياخده، نديه الغذاء اللي بيكون شويه صلب، زي مثلا الجزر، شرايح الخيار، شرايح التفاح، الكمثرى، الحاجات دي، وتكون يا ريت بارده، يعني هو كل ما الحاجه كانت بارده بالنسبه له بتخفف عليه الالم اللي هو بيحسه مع الضغط. يعني ما تكون مجمده، يعني في ناس العضاضه مرات بيكون جواها سائل بيحطوها في الفريزر عشان تتجمد. التجميد لا، احنا بنقول البروده، ايوه التجميد ممكن يؤذي اللثه بتاعته اللي لما يعضيها وهي صلبة. مجمده صلبه شديد ممكن يجرح اللثه، او انه يعني يحصل اي خلل في اللثه بسبب الحاجه دي. في ناس بيلجأوا للكي يا دكتوره، صح ولا لا؟ ما مفروض يلجأوا للكي. يعني احنا بنحافظ على او بنخفف من الحاجه دي بالضغط او بالبروده اكثر حاجه. قطعه قماش نظيفه يبللوها ويحطوها مثلا في الثلاجه لمده 30 دقيقه ويطلعوها. العضاضة ذاتها، في عضاضات حتى بتكون فيها مساك للطفل، المكان ده ما بيكون بارد، لانه عشان برضه يده ما تبرد شديد مع الحاجه بيمسكها وهي بارده. اذا هو طفل صغير شديد وديتيه مثلا جزر او اي حاجه من الخضروات او الفاكهه ذكرتها، يا ريت تكون القطعه كبيره عشان هو يكون في جزء ظاهر يمسكه عشان ما يبلع، لو كانت صغيره ممكن يبلعه وتتسبب في اختناق الطفل. ففي النهايه اي حاجه بتخفف له الضغط بالطريقه دي بتريحه شديد. طيب حسيت انه عنده حمى، يا ريت انه تستخدم الكمادات اكثر، يعني ما تلجئ طوالي للدواء، بالذات حمى التسنين زي ما انا سبق وذكرتها هي خفيفه في النهايه. اما اذا جات اي حاجه من المضاعفات بعد الكشف الطبي ويطمنوا انه ما في حاجه، في الساعه ديك بنحاول بالكمادات، اذا لسه هي مستمره ممكن بعد كده التدخل الدوائي عبر وصفه طبيه بجرعه معينه. طيب في بعض الامهات بيقوموا يلجؤوا ل نوع من الجل، يعني كمسكن للآلام اللثة وكذا بالنسبة للأطفال، ده طبي ولا فيه مشاكل؟ هو الجل ده أيوة موجود، وهو صح منتج طبي وأي حاجة للتخدير، او انه بيحسس الطفل انه بانه في تنميل في المنطقه او تخدير بيخفف الالم كثير. بس هو الجل ده مستخدم حتى عند اطباء الاسنان للتخدير لمشاكل الاسنان. بس هو في حالة الأطفال الناس معظمهم تصرفوا من الصيدليات، ممكن حتى بدون وصفة طبية،
بسكن الألم فعلا، بس الجلدة ثبت هسه حاليا في الفترة الأخيرة حسب الدراسات الطبية الأخيرة إنه هو أيوة له جانب التسكين، بس عنده أعراض جانبية قد تؤثر على الطفل وخطيرة جدا مع إنها نادرة الحدوث. فليه؟ لأنه بيحتوي على مادة معروفة باسم البنزوكاين. المادة دي في النهاية لها آثار جانبية على الطفل، قد تؤثر على المخ والأعصاب، قد تؤثر على الرؤية بتاعت الطفل، قد تزيد من حدة طبع الطفل أو عصبيته. الأعراض دي هي نادرة الحدوث نعم، لكن إحنا في النهاية يعني في آخر الدراسات بقى قانونها إنه إحنا بنهتم بأمان الدواء أكثر من فعاليته. دي حتى مهمة. أيوة، فياليت إنه يعني استخدام الجلد يقيف تماماً بالذات للأطفال تحت عمر السنتين. ما تعتمد على إنه هو نادر الحدوث. لا يعني أصلاً إنه أعراض جانبية نادرة الحدوث لا، أحسن إنها ما تحدث نهائياً. وفي مدام إنه في طرق بديلة للتخفيف من الألم يبقى ما في مشكلة، أفضل أيوة الناس تستخدمها من إنها تستخدم الجل عشان بس تتجنب الأعراض اللي هي حتى لو نادرة الحدوث في النهاية هي قد تكون خطيرة جداً على الطفل، تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للأسرة يعني. نعم. نصائح أخيرة حابة تقولها للناس شنو في موضوع التسنين ده؟ أوكي، أول حاجة إنه ما كل الناس، ما كل الأطفال زي ما أنا سبق وذكرتها بتتشابه في الأعراض، في الأعراض والمضاعفات. ما كل الناس يا ريت إن أي عرض ظهر على الطفل تعتمد تلزمه هو ده تسنين وما تمشي تلجأ للطبيب. النقطة الأخيرة التدخل الدوائي اللي معظم الناس بتعمله في حالات الحمى الشديدة أو الرشح، معظم الناس تمشي بتدي الطفل مضاد حيوي مثلاً. لا، الفترة دي هي فترة لبناء مناعة الطفل، هي فترة مهمة جدا للطفل. أي تدخل دوائي قد يضعف المناعة بتاعت الطفل بأنه هو حياخد مضادات حيوية، فيارد ما يلجأوا للدواء إلا بعد حالة بعد يعني ما يمشي يستشيروا طبيب وهو اللي هو في النهاية يجزم بأنه الطفل ده قد يحتاج أو لا. طيب بس دكتورة في نقطة أخيرة ونختم معاك اللي هي الرضاعة، والرضاعة الطبيعية هي مهمة جدا للطفل خاصة في فترة التسنين. أكيد. بيمتنع من أنه هو يرضع طبيعيا، ولو حصل كده ممكن الأم تتصرف كيف يعني؟ الرضاعة الطبيعية مهمة لأنها لها علاقة بتدعيم المناعة ولها علاقة بتعويض السوائل الممكنة كده نتيجة الإسهال والاستفراغ. في حالة إنه هو رفض الرضاعة ممكن تلجأ للسوائل البديلة اللي هي موجودة في البيت زي العصائر مثلا اللي هي عصائر الليمون، البرتقال، المحتوي على فيتامين سي. إذا برضه هو لسه بيرفض السوائل داخل البيت ممكن في النهاية يا ريت كل بيت يحتوي على محلول التروية الخاص بالأطفال. محلول التروية ده هو ممكن يعوضه عن الفقد حتى لو يدوا له هو نايم أو هو صاحي. إذا ما موجود حتى محلول التروية ممكن في بديل له داخل البيت اللي هو ممكن تكب من كوباية الشاي الصغيرة 6 أكواب ماء مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة ملح، تخلطهم كويس وتدي الطفل يشرب إذا ما توفر محلول التروية. جميل. في حالة إنه رفض كل الحاجات دي لازم بعد كده، لأنه الجفاف في النهاية إحنا بنخاف منه نتيجة الإسهال والاستفراغ الكثير بالذات إذا استمر لفترة أكثر من 24 ساعة. جميل. فلازم إنه تدخل الطبي لأنه ممكن يحتاج في اللحظة دي للتعويض عبر الوريد. جميل، شكرا لك والله يا دكتور ريم، ونتمنى إنه كل الأمهات اللي تابعونا يكونوا استفادوا يا أحمد من النصائح الغالية. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم عبد الله محمد، تواصل معكم.